في فيديو النهارده تبرز قرار ويشوف مين احسن واحد بيعرف يعمل كريب، وضيف حلقه النهارده هيقرر اني احسن كريب من حيث الشكل والطعم. اهلا بيكم في مين احسن طباخ في تريبيتس. بس يلا نجيب حاجات الكريب بقى عشان نعمل. يلا عشان بجد نبدا على طول. يعني هنبدا على طول. ما مرحبناش بالضيف. ايه ده يا نهار ابيض. ايه يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ تعالى النهارده انا جاهز. يلا بقى نعمل الكريب بسرعه. مش تسالها ازيك عامل ايه؟ انت عمال تكسفني، انا مالي؟ طيب عامل ايه يا ملك؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ يلا نعمل الكريب. شايفه مين ممكن يكسب؟ انا شايفه ان زياد اللي هيكسب عشان هو شبه بيبقوا واقفين بيعملوا كريب. بعد الاداء المشرف في فيديو كيكا، شايف ان انت ممكن تعمل حاجه شبيهه لده في الفيديو ده؟ لا، انا جاي اعمل اداء احسن من فيديو كيكا عشان انا طلعت الثاني المره اللي فاتت، لازم اطلع الاول. الفيديو اللي فات انت طلعت الاخير، المره دي تتوقع هتعمل ايه؟ الناس اللي اتفرجوا عارفين ان انا في الموالح 100 100، انما في الحلويات انا ميح. فانا نفسي في عمر الشريف يجي ثاني عشان ادوق حاجه من ايدي. بعد ما طلعت الاول في الفيديو اللي فات، شايف في الفيديو ده هتعمل ايه؟ الفيديو اللي فات انا طلعت الاول بمجهودي كله، وان شاء الله باذن الله المره دي هطلع بمجهودي برضه. يبقى يجيش يسألني انت بتعمل ايه؟ مالك بقى يعني؟ محدش فيهم غسل ايده. اوبا، نروح اغسل ايدي بسرعة. هنزل الاحترام قوي يعني؟ بقول لك ايه، هتقول لها نجعيني وظبطني. هو قال ايه؟ يا جدعان مش ذكية يا جدعان، انا ايدي متوسخة اهو، بغسلها بجد. انت عفلت المايه اللي هي يا كلب. ايه ده، انت بدأت؟ انت غسلت ايدك بالمايه بس؟ لا، ما انا صابون. طب تشمي؟ ماشي. ما صابون ولا ميه بس؟ لا صابون عشان انت في صابون على ايدك اصلا. عادي عادي يا غالي، هو اصلا المفروض ما بتتقلبش بالمعلقه. شوكه ده المعلقه مش موجوده، بالك بقى الشوكه في الوقت تقلب دي. صح، ما هو دي مش نظيفه. بس على كده بس كده. ايوه يا هي مش نظيفه، فانت مش هتعملها. لا امسحها بجد يا اسطى، هتموت. نظيفه والله، مغسوله. في عليها طبقه كده مغسوله. لا 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 لا، حط دي صح؟ بجد يا جوي؟ حد عايز سمنة؟ هتضيف سمنة في كريب؟ ايه ده؟ فهمان، ازاي تحط سمنة في كريب؟ قولي له يا ملك، هو عجينته هتلزق حتى لو حط زيت. لا، ما هو ممكن نحط زيت عادي. ما هو الزيت له كواليتي قوي، تحس بص جايب زيت فرامل. بقول لك ايه، انا هغسل دي. ماشي والله هغسلها كويس. ماشي. المكرونة اللي محطوطة دي ديزاين ولا ده ايه؟ تقوليش حرامي. انا شفت، ما تقوليش مروان حط حاجه. لا مش هلعب. لا لا مش هصور. حطيتش حاجه، حطيت ملح 100%. لا 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 لا، حاجه مفيده جدا. طب ايه؟ لبن. انا حاطط لبن. على فكره انتوا رغيين يعني، بصوا قوي قوي. ايه بقى انت ده؟ بدات تاخد شكل يا جدعان. الكريب بالك يا ام، ايه بقى دي العجينه؟ اوبا يا راجل. طب بقول لكم ايه، انا خلصت. ماشي، هات بقى البتاع اللي بتقلب بيها دي. لا اشوف حاجه تقيله قوي. لا لا، حلو حلو حلو. لا يا جدعان تقيله قوي. لا حلوه حلوه. غرف كده بيعمل كده، بتبقى ميه بصراحه. وانا بحط ده قبل. طب انت غسلت البتاع دي؟ اه. كداب قوي والله العظيم، والله العظيم. يا انا عايز اشوف طريقه التكنيك يفرق معايا في. اتفضل. حط يلا. تمام كده، واحد. بسرعه. افرك ايه يا اسطى؟ عيش لعمك. المهم الطعم، والله والله خيبت امل. والله الطعم احسن حاجه. كل شويه ما ايوه مال. اوه اقفش. ايه اللي حصل؟ بص الله. هو انتوا اصلا انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ المفروض الكريب بيتحط وبعدين بتجيبوا الفراخ جاهزه تحطوها عشان تسووها على النار. ما انا مش هحط الكريب دلوقتي، انا هسيبها انا لما اعمل الفراخ الاول. ايوه بالظبط. انت ايه اللي انت عملته؟ ما انا هعملها تاني. عارف انت لما تروح تشتري مثلا عجينه ال بيبيعوها جاهزه، تبقى نص سوا، هي كده نص سوا خلاص انا جاهزه. اوكي. هي صغننه شويه. بص يا اسطى، اللي انت قرف اللي انت عامله، المفروض تنشف وراك. لا انا عندي مشكله مع الناس اللي مش بتنضف ورا الاكل. اه حوار ده، حوار ايه ده بتوصفه؟ ايوه انا بتاع كريب. يلا الحق اعملها، هتتخض. الحق بجد والله. ايوه كده صح.
بص انا هاخد كام فرخه هنا اروح اغسلهم. ما تغسل كله، اغسل كله. لا اغسل كله ليه يا حبيبي، ايدك مشلوله ولا انت بتقرف من الفريخ؟ مش فاهم انا ايه اصلا السرقه. لا انا فاهم. هتغسلها بايه؟ بصابون يعني ولا هتغسلها؟ المفروض خل وليمون يا جهله. ايه اللي انت بتعمله؟ اه صح. سيبهم يا ابني مدرسه ثانيه. بصوا يا جدعان، بصوا يا جدعان. اوه بقول لك ايه يا اسطى، البتاع دي مش عجباني يا اسطى. عادي، لا ثق في نفسك. طب استنى، ممكن زفت. انتوا غسلت كله؟ لا بتاعك بس؟ يا غدار. عارفين في الطبيعي والله اغسلهم عادي، انا مش رخم بس اف الريحه دي. لا يا ابني في حاجه محروقه. انا معيش كفايه. ايه ده؟ هتلزقهم في بعض يعني؟ قص ولزق اهو. لا انت بتهزر. لا لا انا حلو. كمل. كبر الخواطر على الله. انتوا برج ايه؟ قول لها يا ابني. سرطان. سرطان. جدي. انا كنت مستنيه حد يقول جوزاء عشان اقول توكسيك. اوبا انت توكسيك. دي مستنيه حته فايرال يعني. هات الفراخ كمان، ده عايز اجيب لك الفراخ. الصابونه. الصابونه. اي حاجه زياده هيعملها هعملها دلوقتي عشان انا داخل دي بلان بي بتاعك. الغش ما جابش نتيجه. مروان انت برج ايه؟ ايه؟ مروان برج ايه؟ ايه؟ برج ايه؟ انا برج الثور. الثور؟ برج الثور. برج الثور. يا جماعه محدش جوزاء خالص يعني. انت ايه؟ عقرب. يا استنى يا نهار اسود. يا ابني انت ليه ما قطعتهاش اصلا؟ باظ. ممكن اشوف؟ عايزه باظ. باظ هاته بقى. اعمل له. لا لا حلو. باظ ايه؟ عادي عادي. هو انت ليه لابس خاتم وانت والله قلت له على علي. لا عادي عادي عادي. شيك شيك. اه علي بقى. مش مهم، المهم الاكل يبقى نظيف، المهم انه يبقى شيك. مطبخ مش شيك. لا والله انا متفائله، انا متفائله. صح في حاجه، في انرجي تفاؤل كده. ما تخافش يا الف شكرا. صح هتاكل بقى من من ورا انت عملت ده. طب انا دلوقتي اولع في نفسي ولا اروح اغسلها تاني؟ يا يا ماشي على الله. انتوا ايه اكلتكم المفضله؟ ما بحبش سمك خالص. سمك انا بكره سمك، بس بحب الجمبري. اي سي فود قشطه. تاني عادي بحب الجمبري. انا حاسس ان انا عامل شكشوكه. اه انا بحب الشكشوكه والمسقعه. والمسقعه لسه واكله مسقعه امبارح. انا بحب القرنبيط. لا بس هو عنده يعني افتر افكتس مش لطيفه قوي. يا اسطى مفيش حد يقطع كده والله. ولا لا ولا انزل يا مدلع. ما تنزلش ليه؟ بتاخد وش بسرعه قوي. سبحان الله يا جدعان، الفراخ دي كانت في يوم من الايام عايشه. ايه رايكم في الناس الفيجن؟ بص هو هو لو لو اسباب صحيه تمام، انما لو اسباب ان حرام ومش حرام هو ربنا خليه. اقول لك انا راح سيبك خلاص يا مراد عشان تحط عليه خضار لسه. هو ليه بقى الكتير كده؟ انا مزود زيت. هو هي عامله كده ليه زيت كده؟ انت بتقليها ولا ايه؟ ماشي انا عليها. استنى بقى. قطع خضارك. انت واخد خضار كله؟ لا طبعا. زياده استاذنك الاصفر اللي معاك ده. ماشي ثانيه اخد حته واديها. او في تاني هناك؟ هو ليه جواها ميه؟ تبقى معفنه. لا 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 عشان غسلتها. عايزك تلقي نظره. اه القي نظري سوري. انت استغربت؟ لسه اتحط على النار. حلوه. ايوه بس شكله شكله جامد قوي. ما تحورش انت هتموت وتاكل منه حته دلوقتي. انا عارفاها. كنت بتقول لي بقى تعملها ازاي؟ ممكن الطريقه في ورق صغير اهو. صغير خالص. دي شكلها متكلف اكتر. دي؟ اه انا لسه ما حطيتش حاجه. لا مش فكره كده يعني. بص الفراخ لونها يعني هنا النفس النفس بيفرق. انا ما بحبش الطماطم في الكريب. بس ما تحطش يعني خليها. ايوه ما تح... يس ما تحطش. فاهمني؟ فهمت صح؟ بس ما احطش ولا احط؟ يعني حط بس ما تبقاش اللي هو صيصه كده. يا اسطى الطماطم بتخلي الحوار قليله. واقطعها مكعبات صغيره قوي. انا الاحمر اللي عندي ده فلفل. انت متهيألك ان هو طماطم. انا شايف ان كفايه كده. ما اقطع وانجز. طيب انت بجد ده كله ما اقطعش خضار؟ اظن الكميه ممكن اعمل كريبين مش كريب واحد. يلا حلو غدا. ما فيهوش بذر. ما فيهوش بذر ازاي؟ والله. طب ما هو ما فيهوش بذر. ايه ايه المدهش في كده؟ اهو في بذر. البذر يبقى هنا. ازاي يعني؟ حكمه ربنا بقى يا عم. اقطع يا جو. عمركم شفتوا فلفلايه حامل؟ بتبقى جواها فلفلايه صغيره. ايوه سبحان الله بشوفها على الفيسبوك كتير. انا عندي سؤال. لما بيبقى متقطع كده احسن؟ مش بتفرق نفس الطعم. مش هيدبل بسرعه في النار. دي نصيحه. هو انت شايفه بجد؟ انت طباخ؟ انت فلاح؟ ايه؟ 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 معرفش اكل وانا بطبخ. اطلع من المطبخ. اطلع لي من المطبخ. امهات يا استنى للاخر عشان اعمل انا الاكل بتاعي في الاخر عشان يبقى سخن عشان لما يجي وقت التذوق
يكون الاكل بتاعي اسخن واحد. طول طلاسم عشان تكسب. عملنا البحر تاني. تعويض على الموت. يلا يا جدعان في ايه؟ شغلكم مش عاجبني. انا مش مأخركم في حاجه. انت متاخر جدا على فكره. شوف زياد بقى يطلعها ازاي. ايوه انت ليه بتعمل عجينه تاني؟ ايه كل الزيت ده؟ ده حطينا نقطه سمنه. تسمحوا لي تشوفوا النتيجه. انا جوعت يا جماعه. انتوا جوعتوا. جوعت انا شبعت. هو دايما اللي بيطبخ كده. بص الفرقه عامله ازاي. بقلل بقلل دي حاجه حلوه. سؤال يثير الجدل. مين اسخف حد صورته معايا؟ مالك جاي تعمل مشاكل عندنا. خش في ضحكوا على تيك توك يا جماعه. تريبلز اعترفوا. لا والله عندي فضول اعرف. ثانيه يوتيوبر؟ احنا ما بنعملش فيديوهات غير لو حد بنستلطفه كده في اليوتيوب وكده. مش كلهم يا. اوه اقسم بالله اومليت حلو. طب مين اكتر تيك توكر انت بتحبيه او تيك توكر يعني؟ تيك توكر معرفش بحب مين. معرفش يعني فيش حد اللي هو ايه بحبه. اللي هو كلهم عاديين ماشي شغال. اوبا انا مش شايف منافس. ايه يا جدعان سقفوا سقفوا يا جدعان. لا يا عم استزاف يا عم. انا عايزه تبرد شويه عشان تمسك نفسها كده. لا مش كده. اغششه وتنقصيه. تحط كده وبعد كده تلف كده. هو انت هو عمل ايه؟ لسه اعملها تاني. اعملها تاني. بص الثانيه دي. أيوة. نص تاني تعمل كده. دي فوقيها ماشي. والجول بحط الحاجه في الاخر. لا يا اسطى بتحط الاول. اوبا الصوت ده مش لازم تقرب يعني. تحب الكاتشب والمايونيز؟ تحب ميكسهم على بعض؟ اقول لكم بقى حاجه ما بحبوش. يبقى اللي هو ايه بيقع من نفسه كده يعني ماسك نفسه. ها دي اصعب حاجه نعملها دي. مستحيل يعمل كده. انت بتعمل ايه؟ بوزع الزيت. انت هتعمل ايه تاني؟ بيتحمر تاني. جامد. انا حاسس ان انتوا اشتغلتوا كتير قوي يا جدعان يعني كتير على الفاضي. يا نهار ابيض. كمل يا صاحبي زي ما انت. في حاجه نسيناها. موزاريلا. انا في السليم لسه. عامه ده خم. انت بتخم. انا القرف اللي انت ايه اللي حصلته ابو ايمنك. انا ما عملتش كده. ايه هتنكر؟ انت هتاخد بنفس الصباع اللي انت لحسه؟ لا طبعا بايدي الشمال. والليل الموتزاريلا مش متفتفته. ممكن افتفت؟ كتل. جبنا نستو. يا عم ده كده ليه صحيح؟ تقريبا فكت و مثلا انت كريتيف جدا او عجبت بالفكره جدا. ايه الفكره؟ ان انت تحط الموتزاريلا وهي بتتعمل فاهم اللي هو بس انت اصلا اللي افتكرت الموتزاريلا ف هو مش مصدق ان انا بتشكر فيه بعد لحسن الصباع ده. بقول لك ايه اعملها من غير خضار. ليه الخضار مش هاخد مني دقيقه؟ ايه رقم ما بتحبوش؟ بحب رقم 7. انا بكره 7. ليه بقى؟ عشان حراق. عشان حراق قوي. عشان رونالدو رقم 7. انت بتحبش رونالدو؟ انا فان ميسي ولا رونالدو؟ رونالدو. ولا يشغلني هبوظ الكريب عادي. كل الناس اللي احنا نعرفهم يا جدعان بيحبوا رونالدو الا الراجل ده. ريال ولا برشلونه؟ طالما رونالدو يبقى برشلونه. انت بتضحك عليا. انا عايز اعملها. ايه الزيت ده كله؟ مروان عامل لك كريب مقلي. انت الكريب ده اشمل عندك. يا جدعان استنوا يا ابني. دون جادج ذا بوك باي اتس كفر. هو مروان ما كانش كده اصلا. انا اتوترت يا جدعان. لا طب بجد لا اديله فرصته. محدش يبص معايا. محدش يبص معايا. ماشي. بس كده. هو الطماطم ده ما تحطش طماطم ما تقرفش نفسك. تقرفها وتقرف نفسك. احمر الكاتشب. حمر كاتشب ازاي يعني؟ مع الـ لا بلاش عك. يا رب. لا مروان حلو. عظيم يا ابني عظيم. شغال شكل مبدئي زلخه. لا حلو اسلوب النفس. يا جوي انت بتعمل ايه؟ وايه كل ده؟ فاكر نفسه صيني. انا الوحيد بحس ان انا مش صيني خالص. انت صيني اكتر. يا لهوي كوري مش صيني. ما يلا يا اسطى في ايه؟ ايه ده انت عايز تعمل؟ عايز اعمل بقالي نص ساعه. هو يا عم زي الفل اهو يا عم راجل اهو ماسك نفسه. اشيل ولا لا؟ والله انا شايف انك تشيل. لا بجد والله اتحمر من الجنبين. احلى كريب هتدوقيه في حياتك. عايز لا ايه؟ دي نايم. حلوه. حطها في الميكرويف. سيبها في الميكرويف. بس ما تشغلش يعني اللي هو سيبها تحت الحراره. ايوه. ايم فينيش. باقي على الرجاله دي. انت عارف انا ايه البطء ده؟ يا مالك ده؟ شينج شونج. شينج شونج. هت ها؟ طبعا هحمص بس مش هحط زيت. طرش. ما تتاخرش يا اسطى عليك. اكلمك صيني عشان تفهم. ايوه تكنيك. الكريب ما ينفعش يتقلب في الطاسه. بيتفرد كده يتحمر كله ويقوم مقلوب. يا ابن اللعيبه.
وصلت صح؟ شاي ولا قهوة؟ قهوة قهوة. طب قهوة ايه؟ لا تركي عادي. قهوة تركي فرنساوي. فوفو قوي كده تحس عيلة توتو كده بتشرب الفرنساوي. الحمد لله قلت تركي. شاي ولا شاي بحليب؟ انا عندي حساسية لاكتوز؟ اه مروان جدا بس باكل عادي. وانا كمان بس بدوس. عامل ايه يعني؟ السافيه باربيكيو. ما انا حاطط توابل ثانيه بس هو فعلا فيه زيت كتير. ما هو الزيت الكتير ده فليفر اوف. اه تشبعت اكيد صح؟ لا لسه لسه على الاقل ما تفهمش والله. طب معرس لا انت مش طبيعي مغزى. انت بتعمل ايه بجد؟ حرام ما افطرش قبل ما اجي. لا انا بس عايز متركز بس عشان الفقره الجايه اولع في المطبخ هيفجر المكان. يا جدعان انجزوا يا جدعان. ايه يا جوي؟ هو جوي بطيء في كل حاجه. يا اسطى فين الزيت؟ يا معفن حط موتزاريلا على الزيت. ايه القرف ده؟ فلك زيت. لا لا انا جوعت بس الريحه. طب كويس الريحه فتحت نفسها صح؟ عايز تاكل يا اسطى طبيعي طلعت شحط عمال يطبخ وحدش. انا بحاول بفكر اللفه هتبقى ازاي يعني ممكن اعملها سندوتش شاورما. ما خلاص يا انت اكلت كل حاجه ممكن تتاكل. ايه ده؟ انت مكسيكي؟ انت مكسيكي؟ ميني كريب ده بوريتو؟ انا عامل اللي هو الكون ولا لا 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 لا. بعد ما الشباب خلصوا الكريب جه وقت الضيف انه يدوم ويقيم الاكل. واو. دلوقتي جينا لفقرة تذوق الطعام. جاهزة؟ جاهزة يعني مش قوي. طب هنقيم الشكل الاول؟ فنطيها براحتك بقى. يعني بص تحس دي ايه من بعيد لو غمضت عينك شوية تحسها لازانيا. صح والله بس محتاجة صلصة من فوق. لا يعني ككريب مش عارفة يعني. بس سايحة من جوه قوي. كريب بيدريب يا عم. ده يعني كان ممكن تبقى أحلى من غير المايونيز اللي اتحط ده. بغطى على الزيت يعني. أصلاً. أنا قلت حاجة زي أنا صريح. دي يا جماعة أحلى شكل. بجد؟ بصي هدوق دي الأول. انا كسرت بظبط طبعا. حلو حلو عاش يا عم. كسبت؟ لسه ما كسبتش يا عم. مش حلو يا جو. ايه ده؟ هي بتقع من يعني ديكوريشن كراميش. اكلت الحته المحروقه. ريحه شياط قوي يا اسطى. ايوه والله اكلت الحته المحروقه. شياط ايه يا جدعان والله وربنا والله ريحه شياط والله. انتوا صاحيين يا اسطى؟ اسمعني انت ليه بتضحكوا عليا كده؟ اتمنى تكون حلوه والله. يا رياكشناتها مش حلوه خالص. لا لا ان شاء الله تبقى حلوه. هتبقى سيبوها ما تاثروش على رايها. ايه وحشه بجد؟ هدوت البراشة حلو بس حدها كويس بصراحه. محروقه هد هد مملحه مقرحه وبجد هم زيت قوي زيت قوي. كده كان يبقى بينقط زيت طعم زيت بس. بسم الله بسم الله بسم الله. كده الحوار فيه سسبنس. ده ايه ده؟ جلد ده ولا فرخه حيه ولا ايه؟ صباع بني ادم ده. ده اللي احسن. دوفر يا اسطى. يا اسطى انت العرب حلوه بس برضه مزيته. بس نسقف قالت حلوه. قولي كام من 10؟ 2. انا عايز 2. حلو مش واحد 6. ماشي ماشي. ايه مش هتسقفوا لي يعني؟ مش هتسقفوا لي يعني؟ 5. يا غلاوي انا بسقف لك. دي بجد حلوه بس هي في حاجه. ايوه ايوه اعملي سسبنس كده. لا 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 هو بيسخنك قولي رايك عادي. ولا بس تحسها مفروله. وقع صح؟ اه ما بحبوش يبقى اللي هو ايه بيقع من نفسه كده ماسك نفسه. لا ما تتكلموش على الوقعان بعد اذنكم انتوا حاجاتكم متفتقه. لا لا بس يعني 9. حلو حلو. 9 زياد هو الكسبان. جو هو اللي خسران. بياخدوا الحته دي اديتس بقى. جوي بقى موز. ما تدوا انتوا صحيح. ما مروان كده كده قام بالواجب. بس فعلا لو في كريب فيهم جالك من مطعم ايه اللي هترجعيه مثلا؟ مش هتقبلي تاكليه. والنبي بالله عليك تدوا تدوا الحته المحروقه. وحش؟ مش وحش قوي. يا جدعان والله انتوا ظالميننا يا جدعان. ايه ده؟ حلو حلو عجباني شويه مش وحش قوي كده. فاضيه كده يكون فيديو النهارده وصل لنهايته. نحب نشكر ملك على وجودك في الفيديو. وخشوا ظبطوها اعملوا معاه احسن شغل على التيك توك وادوا دي. وجهي كلمه للاخصام امين زوم وعملنا البحر. حلوه حلوه. شكرا يا جماعه ان انتم استضفتوني والله دي حاجه تشرف. احنا متشرفين والله اكتر. الحمد لله ان الاكل عجبك. يعني الاكل عجبك.